يعود تاريخ صناعة صابون الغار في حلب إلى ما قبل 2000 عام قبل الميلاد. ولم تتغير طريقة صناعة الصابون بشكل كبير منذ ذلك الحين. حيث لا زالت تحافظ على طريقة الإنتاج التقليدي الشبه يدوي مع بعض التطور مع مرور الزمن. سمي بهذا الاسم لانتمائه إلى مدينة حلب السورية، أقدم وأشهر المدن في صناعته. عرف صابون حلب في الكثير من المناطق والبلاد في سوريا وغيرها، واشتهرت بهذا النوع من الصابون الطبيعي. تخلط الزيوت مع الصودا وتغلى على النار، يسكب الخليط على أرض مستوية. ثم بعد تصلبه يقطع على شكل مكعبات. يختمون عليها نقشاً يحمل اسم العائلة المصنعة والمدينة. تصف قطع الصابون بشكل أهرامات وتخزن لمدة لا تقل عن 6 أشهر حتى تجف. ويكتسب الصابون رائحة ذكية ولونا ذهبيا من الخارج مع الحفاظ على لونه الأخضر من الداخل. يتميز صابون الغار بعدم احتوائه على مواد عطرية أو كيميائية، حيث يتكون من زيت الزيتون وزيت الغار الطبيعي. صابون حلب هو من مستحضرات التجميل الصديقة للبيئة، حيث أن له فوائد عديدة. من فوائد صابون الغار أو ما يعرف بالصابون الحلبي، يحمي من بعض المشاكل الجلدية ويرطب البشرة ويحسن صحة الشعر ويقلل من تساقطه ويقدم التغذية اللازمة لفروة الرأس.